1. طيب كده جبت ايه؟ جبت R3 وR4، خلاص جبت R3 وجبت R4. ادي اول حاجتين خلصت منهم. بعد كده بيقول لي ان الكات اوف فريكونسي ب 2 كيلو. الكات اوف فريكونسي ب 2 كيلو. اف سي بتساوي على 2 باي ار سي، ما ينساش بس ال 2 باي دي، خلاص؟ اساوي دي بكام؟ ب 2 كيلو هرتز. هو قال لي خد اي كباستور بكام؟ ب 0.1 مايكرو. يبقى انا عرفت دلوقتي ان الكباستور بتاعي بتساوي 0.1 مايكرو فراد. اقدر اجيب الار ولا لا؟ اعوض هنا اجيب الار بتاعتي جبتها. يبقى كل الار والسيز في الدايره بتاعتي مالهم؟ الار هتطلع زي ما هي والايه؟ والسي هتطلع زي ما هي. يبقى كل الارات دي كانت جبتها وكل السيات دي ايه جبتها؟ الار. خلاص فاضل ايه بقى؟ فاضل R2 وR1. فاضل R2 وR1. هل في معلومة تانية قالها لي؟ في معلومة تانية اللي هي ايه؟ قال لي إن الدي سي جين بكام؟ بخمسة. طيب هو الدي سي جين بكام؟ هنا كده الدي سي جين في الدايرة دي اللي هو كام؟ اي في نود 1 في ايه؟ في اي في نود 2، لأن أنا لو عوضت عن الفريكونسي بزيرو هلاقي ايه؟ الاس دي تار في الاس دي تار في الاس دي تار، مش هتبقى لي كام اي في 1؟ اي في نود 1 واي في نود 2. يبقى انا من معلومه الدي سي جين، من معلومه الدي سي جين هعمل ايه؟ يبقى فروم دي سي جين بيقول لي ان الدي سي جين بخمسه. الدي سي جين عندي هنا من الدايره بتساوي ايه في نود 1 في ايه في نود 2 بتساوي كام؟ بتساوي خمسه. انا عارف ايه في نود 2 ولا لا؟ انا عارف ايه في نود 2 اللي هي ايه؟ اللي انا جبتها من هنا اللي طلعت بكام؟ ب2. يبقى ايه في اي في نود 1 بتساوي 5. يبقى اي في نود 1 بكام؟ ب2.5. اي في نود 1 ده اللي هي ايه بقى؟ اللي هي 1 زائد R2 على R1. يبقى 1 زائد R2 على R1 بتساوي 2.5 كيلو. يبقى انا او بتساوي 2.5. يبقى R2 على R1 بتساوي 1.5. خلاص؟ افرض ان الار 1 دي ب 10 كيلو، يبقى دي بكام؟